الأحبة الكرام، أيها الأطياف جميعاً، أنا الآن ما لي علاقة بأن الذي يستمع لي سني شيعي وهابي ناصبي، لكن فقط أقول لكم لاحظوا ما سوف أقول ودعوا وجدانكم يحكم، دعوا وجدانكم يحكم. لاحظوا أن الطواغيت الذين حاربوا علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام، أين هم وأين علي بن أبي طالب؟ من كل بني هاشم لم يحارب إلا علي بن أبي طالب، مع أن بني هاشم كثر، لكن لم يحارب علي بن أبي طالب إلا علي بن أبي طالب. استشهد المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، لاحظوا لم يحارب أحد من بني هاشم إلا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. هل انتهى الأمر عند ذلك؟ لا، استشهد المولى الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، توجهت الأنظار للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لاحظوا بنو هاشم كثر، أولاد علي بن أبي طالب موجودين، أولاد الحسن موجودين، أخوة الحسن والحسين موجودين، لكن لم يبرز إلا الحسين ولم يقاتل إلا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. استشهد المولى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، من كان بصدارة الموقف؟ من الذي كانت له الأعين؟ علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بنو هاشم كثر، آل أبي طالب كثر، أولاد علي بن أبي طالب كثر، الحسنيون كثر، لماذا علي بن الحسين وما أدراك ما علي بن الحسين؟ استشهد علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد، مباشرة توجهت الأنظار إلى محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. مع كثرة الهاشميين وكثرة الحسنيين وكثرة آل أبي طالب، لم يكن هناك إلا الباقر وما أدراك ما الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. استشهد المولى الباقر، والباقر عنده أولاد كثر عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يكن هناك نظر إلا إلى الصادق وما أدراك ما الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى أن بنو العباس لم يتخذوا عدوا كما اتخذوا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. استشهد المولى الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هل انتهى الأمر؟ لا عزيزي، جاءوا بالإمام الكاظم إلى بغداد. سؤال، إذا كان هؤلاء الطغاة، هؤلاء المتكبرون لا يعترفون بإمامة الكاظم، من جاء بالكاظم إلى بغداد؟ هل هو جاء بنفسه؟ هل هو سجن بنفسه؟ سجن نفسه بنفسه؟ هل هو استشهد بالسم لنفسه؟ لاحظوا طواغيتكم، كبراءكم، عظماءكم، من تقولون أنهم خلفاء، كانوا يعترفون بإمامة إمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وجاءوا بالكاظم، مع أنه أولاد الصادق كثر، أولاد الباقر كثر، الحسنيون كثر، الهاشميون كثر، آل أبي طالب كثر، لكن لم يكن لهارون إلا أن ينظر إلى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام ويأتي به إلى بغداد، مع أنه من أبناء المدينة. استشهد المولى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، والكاظم عنده أولاد كثر، من جاء بعلي بن موسى الرضا ثم أشخصه إلى طوس، إلى مشهد، إلى خراسان؟ جيد، أين الحسنيون؟ أين باقي الحسينيون؟ أين آل أبي طالب؟ أين الهاشميون؟ لماذا أن مأمونكم، خليفتكم، زعيمكم، ملككم لم يأتي إلا بعلي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هذا اعتراف عملي بأن علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام إمام الزمان، إمام المكان، هو كل شيء صلوات الله عليه، فأشخص إلى خراسان، إلى مرو، واستشهد هناك. انتهى الأمر؟ لم ينتهي الأمر عزيزي، يأتون بابنه الجواد وهو صغير، ثم يأتون به إلى بغداد. جيد، ما هذا؟ ما هذا؟ تفكروا، تأملوا، لماذا أن ملوككم، سلاطينكم يهتمون بإمامنا الجواد مع أنه صغير؟ ماذا يضرهم؟ بماذا يضرهم الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ بالله عليكم فقط تأملوا، تفكروا، هؤلاء الملوك، هؤلاء السلاطين كانوا يعترفون بإمامة أمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانوا يعرفون أن الجواد هو إمام الزمان سلام الله عليه. لم يهتموا لكل بني هاشم، لم يهتموا لكل الحسنيين، لم يهتموا لكل الحسينيين الباقيين، لم يهتموا بأي أحد من أولاد جعفر الصادق أو أولاد الكاظم. أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى الجواد ووضعوه تحت الأعين وزوجوهم وتقربوا إليه. استشهد الإمام الجواد، والدولة العباسية إلى سامراء. هل انتهى الأمر؟ لا، لم ينتهي الأمر. جاءوا بعلي الهادي إلى سامراء، مع أنه أيضا كان صغير،
عليه الصلاة والسلام: عجيب من أمراءكم، عجيب من ملوككم، عجيب من سلاطينكم، عجيب من خلفاءكم، لماذا يهتمون بعلي الهادي؟ لماذا يأتون به إلى سامراء؟ لماذا يضعونه تحت الأعين؟ لماذا يتجسسون عليه؟ لماذا يخافون منه؟ استشهد الإمام الهادي. هل انتهى الأمر؟ لم ينتهي الأمر أحبتي. جاءوا بالإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان له ما كان لآبائه عليه أفضل الصلاة والسلام، وصولا إلى القائم عليه الصلاة والسلام الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه. سؤالي لكم، حاولوا تأملوا لماذا أن سلاطين ملوككم خلفاءكم كانوا يتابعون أئمتنا؟ لماذا كانوا يراقبونهم؟ لماذا كانوا إذا صح التعبير يضعونهم في الحبس؟ لماذا قتلوهم؟ من جاء بالكاظم إلى بغداد؟ من جاء بالرضا إلى خراسان؟ من جاء بالجواد إلى بغداد؟ من جاء بالهادي والعسكري إلى سامراء؟ هذا حرف عملي من قبل خلفاءكم، من قبل زعماءكم بأئمتكم. لاحظوا، أنتم يا من تقولون لا نعترف بهم، أنتم لا تعترفون، لكن من كانوا في تلك الأزمنة ممن تسمونهم خلفاء بن العباس كانوا يعترفون بأئمتنا، وكانوا يصدرونهم إلى الواجهة. لم يهتموا بكل بني هاشم، لم يهتموا بكل بني أبي طالب، لم يهتموا بكل الخط الحسني، تصدر أئمتنا عليهم. وهذه أواوينهم، هذه قبورهم، هذه أضرحتهم، منارة للدنيا. حاولوا أن تستوعبوا، اعترفوا بما اعترف به خلفاءكم ملوككم من إمامة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. شئتم أم أبيتم، هؤلاء هم حجج الله، هؤلاء هم أبواب الله، هؤلاء هم الذين نستشفع بهم إلى الله سبحانه وتعالى. من شاء شاء ومن أبى أبى. خلفاءكم سلاطينكم ملوككم كانوا يعترفون بأئمتنا، وكانوا يراقبونهم ويتابعونهم، لأنهم يعرفون أنهم أئمة الحق، ولأنهم يعرفون أنهم مصدر صح التعبير العلم والمعرفة، ولأنهم يعترفون بهم أنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله.